مشاهدي شفتي فعلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتبعوا مشاهدينا بقايا الجلسات الخبرية في هذه المنطقة الخلاء هنا بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، الزجاجة والقنينات الزجاجية للخمر في كل مكان كيف ما كتشاهدوا. هنا فيما كتدور كتلقى قرعة ولا جوج، لأن هنا كتقام جلسات خمرية يمكن نسميوها بين قوسين مجانية، لأنه هاد الناس اللي كيجيو هنا ما استطاعتهمش أنه يمشيو للملهى ليلي ولا يكريو أبارتمون ولا العديد من الأمور، فكيختاروا على أنهم يجيو لهاد الأماكن هادي ويقضيو فيها الليالي الحمراء بالمجان، اللي كتكون ليالي مجينة كيف ما كتبعو مشاهدينا. الزجاج في كل مكان، الله يعفو عليهم. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي شوف تي في، الزجاج في كل مكان كما قلت لكم قبل. هذا المكان بالضبط كتكون فيه ليالي حمراء، ليالي خمرية، وكذلك دوريات أمنية كما كتشاهدوا مشاهدينا. القنينات الخمر الفارغة في كل مكان، كيف ما كتبوا مشاهدي شوف دابا هنا مازال معكم من هنا نعين المكان. شوف دابا هنا يمكن هذا الحجر هذا مقادينه وخاوي الوسط، كتب لكم بلاصه مقاده ومرتبه من اجل القيام مثل هذه الامور، هاد التصرفات في هذا المكان هذا.